حركية كثيفة بشوارع العاصمة وأمام محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية المنخرطة في موسم التخفيضات الصيفية قابلها إقبال ضعيف من قبل الحرفاء، ويجمع العديد منهم على أن نسب التخفيض لا تزال دون المأمول ولم تلب انتظاراتهم من هذا الموعد. فما سول نوفيل كوليكسيون اللي قوما هما يقولوا من عمنا والهي نفس السوم هو بيدو فماش معناها عاملين 20 يعني 20% ولا قداش هو فما شيء. حاجة تركح فيها العيد ما فيهاش تخفيضات. حاجة قليلة 30% ما ريتش حاجة باهية معناها 50%. مازال 30% تحسوها ماهيش كوميم حاجة كبيرة. ديما فما آخر السولد يزيدوا يطيحوا شوية. نستناو. تجار الملابس الجاهزة والأحذية اعتبروا من جهتهم أن التخفيضات تبقى مهمة على بعض المنتجات، وسط أمل في ارتفاع نسبة المقبلين على التخفيضات الصيفية خلال الأسابيع المقبلة. عملنا سولد باهي، تراوح بين 30% 20% حتى كي توصل 50%، فما حاجات مطيحين فيها بكدا، معناها أسوام تساعد الناس الكل. النهارين الأولانيين سي بون، بعد نقص شوية. وبون نقص القبال سيف وكونجيات وبحورات وكل الحكايات هذيك، مش في الحوايج كهو الدنيا غاليه، في كل شيء الدنيا غلات. وبين امال التجار في تحسن نسبه الاقبال على موسم التخفيضات الصيفيه وتطلعات الحرفاء الى نسب تخفيض تلبي انتظاراتهم، تبقى هذه التظاهرات التجاريه مهمه لدفع الحركيه الاقتصاديه في البلاد.